أنور معلم من مؤسسين مسرح عشتار سنة 91. بالحقيقة تاريخي المسرحي بدي قبل هيك بكتير، سنة 77 مع تأسيس فرقة الحكواتي اللي كانت أول فرقة مسرحية فلسطينية محترفة اللي فيها التقوا فنانين فلسطينيين من الشتات، من الجليل ومن المثلث ومن القدس. هذه الفرقة خلقت حالة مسرحية هامة جدا في فلسطين. في تجربتنا بالحكواتي كانت التجربة صعبة جدا ولكنها كانت جميلة جدا. كان دائما تنقصنا الكوادر الفنية في عملنا. هذا خلانا نفكر كثيرا أنا وإيمان بعد ما أنهت فرقة الحكواتي نشاطها، إنه نبدأ في برنامج اللي فيه ممكن إحنا نبدأ في تأسيس كوادر محلية اللي هاي ممكن تساهم كثير في بناء حركة مسرحية فلسطينية مستقلة ومثابرة باستمرار في المسرح. تأسست عشتار سنة 91 لتشكل أول برنامج تدريب للمسرح في فلسطين. منذ البداية اهتمينا بتطوير الحس الفني في مجتمعنا، من هيك توجهنا لخلق جيل مسرحي جديد من الشباب لرفض الحركة المسرحية في داخل فلسطين. كانت البداية في فترة سادته صراع البقاء، في فترة من بعد الاحتلال الطويل وسنوات الانتفاضة الطويلة. كان المجتمع بمر في حالة انتقال من الصراع للمجهول، وبتسوده مفاهيم جامدة أحادية الجانب. كان من الضروري أنه ننقل فئة الشباب في داخل المدارس من جيل 14 ل 18 من عالم بسوده الأبيض والأسود لعالم فيه المفهوم والأقل مفهوم، المكتمل والأقل اكتمال، الجميل والأقل جمال. كان بهمنا بالأساس أنه نعرض الطلاب ونشجعهم بأنهم يسمعوا لصوتهم الداخلي. Hi, my name is Suzanne. I'm 20 years old. Started my training in Ashtar when I was 14 years old. I participated in three plays. I've stayed in Ashtar for 3 years. They've helped me to get rid of the inner depression I had, and I've got more confident of myself. تطمح عشتار من خلال إنتاجاتها المسرحية الوصول إلى كافة قطاعات الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده. لذا فهي تنتج 3 أشكال من المسرح. الأول هو المسرح المدرسي موجه في الأساس إلى طلاب المدارس، والثاني هو المسرح المحترف الموجه إلى جمهور النخبة وينتج بالتعاون مع مسرحيين وفرق محلية وعربية وعالمية ويعرض محليا وعالميا. أما الثالث فهو مسرح المضطهدين بشكل مسرح المنبر، وموجه بالأساس إلى الجمهور العام في فلسطين ويعرض في كافة القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. أعتقد أن ارتباطي بمسرح عشتار منذ وصلت إلى الوطن هو نوع من التزكية لهذا المسرح، فمنذ البداية تابعت نشاطاته على مستوى الإنتاج المسرحي وعلى مستوى
التنمية المسرحية التي يقوم بها من خلال تدريس المسرح لبعض التلاميذ. وقد لمست وكتبت أن هذا المسرح يعمل بأسلوب جاد ويحاول أن يخدم الحركة المسرحية بشكل تصاعدي، مما يجعل وجوده مؤثرا في الحركة المسرحية الفلسطينية ويجعله واحدا من أهم المسارح التي يمكن أن يعتمد عليها من أجل نهضة مسرحية مستقبلية. نظمت عشتار عدة دورات في المهن المسرحية المختلفة كالإضاءة والملابس والديكور والمكياج، مساعدي الإخراج وإدارة الإنتاج. خريجي هذه الدورات عملوا في الفرق المسرحية المختلفة. الانطلاقة الحقيقية كانت في مسرح عشتار، حيث تعرفت من خلالها على عالم المسرح من خلال الأعمال المحترفة اللي عملت فيها. عملت في معظم أعمال عشتار المسرحية إما ممثل أو مساعد مخرج. المنتجات المسرحية هي البوابة الحقية اللي دخل منها الطلبة لعالم المسرح لاكتشاف سحره ومعانيه، وشكلت لدى البعض الخطوة الأساسية نحو الاحتراف. ابتديت دراسة المسرح في سن 13 سنة ونص في مسرح عشتار. مسرح عشتار قدم لي الخطوة الأولى على طبق من ذهب لدراسة المسرح والمشاركة في جميع أعماله المسرحية، وقدم لي الخطوة الأكبر لتدريس المسرح، وعملت في المؤسسات الخاصة لتعليم وتطوير الطفل وفي المدارس والنوادي الصيفية. تؤمن عشتار بأن أفضل استثمار هو في الإنسان، لذا تطور برنامجها مع تطور طلابها الذين استمروا معها بعد التخرج. صممنا برنامج على مدار سنتين لتزويد الطلاب بمهارات العمل مع المجموعات. هؤلاء الخريجين شكلوا الكادر الفني لتدريب الدراما في داخل المدارس والنوادي. Reading Through Drama is a program where we started with Ashtar Institution last year for our children in grade 5, 6, and 4. We hate to see that we start a program and we close it the other year because of finances. I know it is very much appreciated abroad, and we will be more than grateful
if you support institutions like Ashtar and other institutions and schools to keep on with such work in order to build our state as you want to see it, as we are really praying hard to see it in the very near future. مدى 8 سنوات من عمر عشتار تدرب في برامجنا المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة 160 طالب وطالبة، تخرج منهم 36 طالب. كذلك استفاد من برامجنا في المدارس المختلفة 600 طالب وطالبة. حققنا 4 مسرحيات محترفة، 3 مسرحيات بأسلوب مسرح المنبر، 7 مسرحيات مع الطلبة، وعشرات الاسكتشات مع طلبة المدارس. شاهدنا 40,000 متفرج، وشاركنا في 12 مهرجان محلي وعربي ودولي، وحصلنا على جوائز عديدة. وخلال عملنا تعاوننا مع 3 مسارح أوروبية. أحلامنا كانت كبيرة، بس الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي كان في فلسطين بسبب الانتفاضة والاحتلال خلال 30 سنة خلانا نتنازل عن أحلامنا هاي ونحط برنامج متواضع لتدريب المسرح. أصدقائنا كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا راح تفشلوا، برنامجكم صعب وأنتوا عم تحفروا في صخر، وكانوا دائما بيستنوا اللحظة اللي احنا بنعلن فيها الاستسلام. بس إصراري أنا وإيمان وإيماننا اللي بنعمله وعطائنا من 5 إلى 6 سنوات من حياتنا الفنية كممثلين خلانا ننجح. بالطبع هذا ما كان كافي لحاله، كنا إحنا بحاجة لأصدقاء، لمدارس، لمؤسسات محلية وأجنبية اللي تساعدنا واللي كانت مؤمنة باللي بنعمله. وهيك تشكلت في عشتار باقة متنوعة من الأفكار، خلت من الصعب أن نتوقف، وخلتنا نحط برنامج ل10 سنوات لقدام مش ل3. احنا دايما بنرفع شعار التنمية الفكرية، ومنآمن بالمثل الياباني اللي بيقول بدل ما تعطيني سمكة علمني أصطاد.